وصلنا لمساحتنا الاجتماعية سالي، واليوم موضوع كتير مهم. يمكن تحت الهواء عم نحكي عن تجارب بنسمع من المجتمع، يمكن نتيجة تربية غلط تؤثر على السلوك وبناء الشخصية من الصغر حتى الكبار. طبعا هي الأغلاط كلها بالتربية، أو يمكن التعامل مع الأطفال بسن معين. الأهل بيفكروا أنه هن عم يحموا أطفالهم، لكن بالحقيقة عم يرتكبوا أغلاط كتير كبيرة. صحيح زينب، مثل ما ذكرتي تماما. وفينا كمان نضيف أنه أحيانا الأهل خوفهم أو قلقهم أو التوتر الشديد على أطفالهم، هي يعني دائما بتكون أحيانا المحبة زايدة بتأثر سلبا، يعني كل شيء زاد عن حده نقص، فطبعا بتأثر سلبا على شخصية الطفل. بس حتى يفوت على المدرسة، من أول ما يفوت على المدرسة وحتى بعلاقاته الاجتماعية بيضلوا الأهل ملاحقينه بدافع الخوف والقلق عليه. لكن احنا رح نعرف كل هالتفاصيل، وإذا في أسئلة طبعا رح تجاوبنا عليها الأستاذة سلام قاسم، وهي اختصاصية نفسية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يعني عم نحكي عن موضوع كثير عم نشوفه شائع حاليا بالمجتمع، القلق الدائم او الخوف على الاولاد بطريقه تعامل ممكن انه تنعكس سلبا على تربيتهم في المستقبل. اكيد هالحكي. هلا تطلع الانسان للمستقبل هو امر حيوي وشيء طبيعي انه الانسان يتطلع للمستقبل، بس بالحقيقه هو المستقبل بحد ذاته بشكل يعني شيء من القلق تجاه امور كثيره، منها السار ومنها المحزن، منها الاليم، منها الشغلات الايجابيه ممكن تكون سلبيه. هالتطلعات تجاه امور كثير هي بحد ذاتها بتولد قلق عند الانسان، فما بالك لما بتكون الاسره او القلق الوالدي اللي موجود تجاه الابناء، فهو هذا بحد ذاته بيعمل توتر، بيعمل قلق كثير كبير ضمن الاسره. سيطرة الآباء على الأبناء هي قضية مانا بالوقت الحالي، هي قضية عبر الزمان كانت ولا تزال مستمرة إلى الوقت الحالي، والوقت اللي نحن عم نعيش فيه للأسف. يعني مثل ما هلأ كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في كتير تسلط من الأهالي للأبناء، ويستمر حتى فترات طويلة يعني بشبابه بزواجه، بتدخلوا بحياته بشكل كتير كبير، ممكن يعني بيؤدي إلى دمار أسرة تانية. والهدف الأساسي نحن مثل ما بنعرف من الأسر هي تربية الأبناء وبناء الجيل. ودائما نحن المرحلة الأولى بحياة الإنسان، مرحلة الطفولة المبكرة، هي المرحلة الأساسية، هي البذرة فينا نقول يلي ممكن نزرع فيها القيم الحلوة، العادات والتقاليد. نعم. والأشياء الإيجابية كتير اللي ممكن تكون حافز إيجابي نحو بناء المستقبل اللي نحن بنحلم فيه. بس الحقيقة هي عم تكون مختلفة تماما، عم بيكون محبة الأهل الزائدة لأولادهم عم تخليهم يقيدوهم، عم بيخلوهم يمنعوهم من اتخاذ القرار. يعني بدافع الحب أنا لما بحب ابني كتير هون عم قيده، أنا عم قيد شخصيته، عم بيكون مانو صاحب، ما عم يحسن يحل مشكلته، مانو صاحب قرار. فطبعا أنا هون عم دمر الطفل وعم بيصير إنسان ضعيف الشخصية، ما عنده ثقة بنفسه، ما عم يحسن يطلع من بوتقة سيطرة أهله عليه. يعني ما بيحسن يفكر أبدا دون الرجوع إلى الأهل. قد يكون التسلط الوالدي، قد يكون الاثنان الأب والأم، وقد يكون أحدهما يسيطر والآخر لا علاقة له بالموضوع، يعني قد يكون مسيطر عليه أيضا كمان. فنحن هاي المشكلة هي القلق الوالدي، هي شغلة كتير كبيرة بتأثر على تربية الأبناء، بتأثر على الجيل بكامله. نعم تماما. يمكن أحيانا بيوصل الخوف والقلق لمرحلة الوسواس القهري، يعني حتى محسوب الدقيقة إذا بده يطلع من البيت، ولو بيصح لهم الأهل أنه ما يخلوه يطلع، فبيكون هن مرتاحين نفسيا بغض النظر إذا هو ارتاح ولا لا. حتى حكينا نقطة كتير مهمة انه حتى خلينا نخص مثلا فئة الشباب يلي هي مقبلة على الزواج، دائما الام مرتبطة باهلها بامها بطريقة ما، ولكن الشباب يلي هن لازم يكون حياتهم مستقلة، فاتحين بيت مثل ما بيقولوا، تسلط الاهل احيانا عليهم بيؤدي لكثير خلافات زوجية، وخاصة بشرح تفاصيل حياتهم اليومية للاهل. حلو الانسان يحكي مشاكله ولكن بحدود، يعني في تفاصيل ما بصير تنحكى.
أكيد. هلأ هو السبب مثل ما قلت أنا من البداية هي مرحلة الطفولة، لما السنوات الأولى بحياة الإنسان هي السنوات الأساسية اللي تنشئ جيل كامل. فلما الأهل هون ما عم يحسنوا يربوا ابنهم التربية الصحيحة رح نوصل للنتائج اللي أنت عم تحكي عليها. دائما نحن بمرحلة الطفولة دائما في الأبوين السلطويين من نقول أنه اللي بيحاولوا يسيطروا على أولادهم دائما بيحاولوا يسيطروا عليهم، وبنفس الوقت أنهم بدهم يخلوهم يحبوهم بدافع الخوف. الخوف والحب مترابطان معا، وهذا هو طبعا شو بيعمل؟ بيعمل مشكلة كتير كبيرة، لأنه الولد هون رح يصير عنده خوف دائما. لما بتشوفي لما بدهم يجوا أهله أو يجي أبوه مثلا، أول ما بيحط المفتاح بالباب بصير بخاف، يعني إذا كان بإيده شيء بيتركه. فالأب هون شو بيفكر؟ إنه هذا إنه احترام وولد مطيع لإلي وكتير منيح. طبعا هو هذا كتير غلط، لأنه هون أثر على شخصيته، رح يكون بالمستقبل ضعيف الشخصية، رح يكون ما عنده ثقة بنفسه، رح يكون حتى ممكن يتحول للعدوانية. لما الأب والأبوين بيسيطروا على أولادهم بطريقة كتير قمعية، بيعطوهم أوامر كتير، ممنوع أنه ياخذوا أي قرار، دائما واجبهم أنه يطيعوا فقط، هون رح يكون كمان الولد ممكن يتحول بالمستقبل لأنه يصير عدواني. يعني مو دائما بيكون عنده الخنوع، أحيانا بيكون عدواني، ممكن يكون يمر بمراحل اكتئاب، ممكن يكون يتجه للوحدة للعزلة، يصير ما عنده شخصية، ممكن ما يحسن يتعامل بالمجتمع. يعني نحن دائما لازم أنه نخلي الولد يعيش ضمن بوتقة المجتمع مع تعليمه ثقافات الآخرين لحتى تفيده بالتعامل بالحياة بشكل طبيعي. صحيح. لكن بالحقيقة هو اللي عم بيتم غير هيك. حتى اللأ لأ ضمن الأسرة هي كتير حلوة، أنه أنا لما بعطي أمر لابني لحتى يقوم فيه، قد يكون هذا الأمر هالشي ما عم بيناسبه، يعني خليه يقول لا يعني كمان. بس حتى كمان نحن مشان ما نفهم كمان التربية بشكل خاطئ، هي ما أنا بالأمر السهل أبدا. التربية يعني شيء قضية كتير صعبة، يعني حتى نحن ما فينا نتدخل ضمن الأسر بطريقة تربية أبنائهم، ولكن فينا نحن نقول أنه من قد يعني نتجاهل أو نتغاضى إلى حد ما عن أخطاء الأبوين، ولكن ما فينا نتغاضى عن سلوك الأبوين تجاه أبنائهم. يعني أحيانا ممكن توصل للمرحلة أنه لا يضربوا الأولاد لحتى ينفذوا قرار معين أنه عن طريق السيطرة. وكثير أسر بتفكر أنه أنا لما بسيطر على أولادي بمارس معهم القمع، بمارس معهم الاضطهاد، أنه هدول رح يكونوا تابعين إلي بالمستقبل. فهون هني عم ينسوا كثير شغلات، أنه هذا الطفل يلي أنت عم تشتغل عليه على هالطريقة، طريقة الأوامر. ونحن على فكرة دائما بمجتمعاتنا كتير بيتبعوا هالطريقة، يعني أنه أنا بدي خوف وكل شيء القمع، أنه لا تعمل لا تساوي، دائما المرفوضات. هلأ أحد التربويين بيقول أنه أثناء التربية نحن لازم دائما يكون في خط أحمر ما يتجاوزوا الأولاد، لأنه أنت لحتى تعلميهم القيم والأخلاق كمان بدهم يحترموكي. يعني ما بصير مثلا أنه يكون في صوت مرتفع من ابنك تجاهك، كمان هذا هون كتير مشكلة. فشو بيعمل هون؟ انت بصير عندك انه الاهل هون يعني صار في زحزعه بالعلاقه الاسريه. ودائما نحن لحتى نبني مجتمعاتنا نبني اسر بالاول، بناء الاسر بيكون من تربيه الابناء. لما انا بشتغل بطريقه خطا، خصوصي طريقه القمع، يعني هي طريقه مرفوضه ابدا ابدا، يعني ما انا مقبوله باي طريقه، حتى انه عم بيمارسوا الضرب. مشان هيك مثل هلا ما كنا عم نحكي تحت الهواء انه الشاب وتزوج ودخلوا بحياته الاسريه ادى لطلاق، يعني لا لا يعني لعروس لساتها بداية حياتها أنه تتطلق نتيجة آراء الأهل. يعني كمان هي هون مشكلة. بعدين في مرحلة كتير الأهل ما بينتبهوا لها، هي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة كتير حساسة ما بين الطفولة والرشد. فهي المرحلة هون كمان هن ما بيتقبلوا والله أنه ابنهم يعطيهم رأي أو يتدخل بمشكلة معينة بالبيت، لا لازم يتدخل، ولازم حتى مشاكله لازم الأم تخليه يحل مشكلته بنفسه. يعني أنه أنا ما أنطر لحتى أنا ساعده وأعطيه الحل، لما بيطلب المساعدة ساعدي، بس لما ما بيطلب المساعدة خليه عارك بالحياة، خليه يجرب، خليه يغلط. ليش ما نغلط؟ يعني ليش نحن دائما لازم نقول أنه لازم نكون صح؟ لا مو دائما لازم نكون صح، طبيعي نغلط وطبيعي نيأس طبيعي نتألم، ما نحن بالنهاية بشر. يعني ما لازم تكون خطنا سوي 100%، بننحرف شوي بنرجع لطريق الصواب. لحتى أنت تميزي الصح من الخطأ لازم تعرفي شو هو الخطأ، أم إذا كانت حياته دائما صحيحة الواحد ما ممكن يوازن. فنحن بهالطريقة هي لازم نعرف أنه كيف نتعامل مع أبنائنا. أبنائنا دائما لازم تعطيهم حيز من الحرية. الحرية يعني الإنسان ما في يستغني عنها أبدا، أنت بتقيديه بتدمريه. فهو من هو وصغير لازم نعطيه نحن هذا الحيز، لازم يكون له صلاحيات، لازم خليه يلعب بألعابه، خليه يكسرها، خليه يركب، خليه. ليش الألعاب بدها تضل جديدة؟ ليش لازم احتفظ بألعاب ابني مدى الحياة؟ يمكن خليه أكثر. تمام، خليه يلعب، خليه يفكر، خليه. نحن كيف بدنا ننمي الإبداع؟ يعني حتى بعدين في ضمن الأسر دائما بيكون في شخص موهوب،
لما بيكون هذا الشخص الموهوب كمان الأسر ما عم يعرفوا يتعاملوا معه بطريقة صح، قد بيميزوا عن إخواته، كمان هون بصير مشكلة، كمان ممكن ما يعطوا حيز إنه يمارس في موهبته، يعني بجوز هو ما عنده اهتمام بأمور ثانية، ما عنده اهتمام بالترتيب، ما عنده اهتمام بطريقة الأحاديث. طب ليه نحن في هالطريقة هي؟ أنت لا، خليه يتحرك، خليه راقبيه بحدود أمان. يعني أنا مو بسكب حطه لابني بنص الشارع وبقول له روح أنت اقطعه وهو لساته صغير، لا، بس لما بصير بمرحلة خرج إنه يقطع الشارع، خليه يقطع الشارع لحاله، خليه يعتمد على نفسه لحتى يصير رجال عنده شجاعة، عنده قوة، قادر إنه يتعامل مع أسرته بطريقة صح، قادر يربي أولاده. يعني إذا هو ما عنده حسنان إلا يرجع لأمه وأبوه، فكيف بده يربي اسمه؟ صحيح. يمكن عم تحكي كثير شيء مهم، خاصة هذا الخيط الرفيع بين التربية، الثواب والعقاب. تفضلي. يمكن فعلا هلا بهذا الجيل في صعوبة بالتعامل معه، خاصة انه فاتت علينا عادات غريبة، قيم غريبة. صحيح. من خلال الانترنت، ويمكن صح. التربية تحت مسمى التربية الحديثة، فضاعوا الاهل بايصال اللي بيملكوه من مخزون تربيتهم لاطفالهم. هل بيأثر يمكن الخوف غير المبرر على شخصية الطفل، انه تطلع شخصيته مهزوزة بالمستقبل، غير قادر على اخذ اي قرار؟ شو هي الاغلاط اللي عم يمارسوها الاهل اليوم بطرق تربية من خلال مشاهدتك، واللازم انت تحطي هيك تحتها ثلاث خطوط حمر وتنبهي عليها؟ اكيد. هلا الخوف الزائد كثير بيؤدي لطفل عديم الثقه بنفسه، غير قادر انه يتعامل مع رفقاته، ما انه اجتماعي، كثير بتاثر. بالمقابل كمان الدلال الزائد، هذا اللي بحط تحته ثلاث خطوط، هذا خاصه يا اول ولد يا اخر ولد. تماما. او اذا كان الصبي بين البنات كمان بيتدلل كثير، فهذا الدلال اللي نحن بنحط تحته ثلاث خطوط هو عم ينشئ طفل اتكالي، عم ينشئ شخص اتكالي واعتماده على اهله كثير كبير، وهذا كمان كثير غلط. نحن انه نربي اولادنا انه نعطيهم كل شيء بالدنيا، شو ما طلب اطلب، يعني اللي بتتمناه بتحصل عليه، لا، لازم يكون نحن مثل ما ذكرت انا بالبدايه انه في شيء، لا، في ضوابط لازم انا دائما احسسه انه هالشيء انا مو دائما بحسن جيب لك اياه، او هلا مو وقته، ممكن نجيبه بعدين. خلي ابنك يحس بمشكلتك، خليه يحس انه اذا عندك مشكله ماديه، عندك مشكله اجتماعيه ضمن اسرتك، لازم الولد يحس فيها، يشارك التمار دائما. نحن حتى في ناس هلا بيقولوا انه لا، شو عم بيقولوا بالحوار وهيك، انا ما فيني اطول بالي على ابني، بنزل لا بدك تساوي بدك تعمل، لا، انت ام، انت ام، الام هي عطاء، هي محبه، هي بدك تطولي بالك كثير على ابنك لحتى تحسني توصلي له الفكره اللي بدك اياها. حتى لما بتعاقبيه، هلا العقاب ضروري، ضروري العقاب. معناتها مو نحن لما عم نحكي انه يعني انا عم احكي انه حوار ونقاش وكذا انه انا لا ما عاقبه، لا، لازم عاقبه لما بيغلط، لازم عاقبه، بس لازم العقوبه تكون على قدر الخطا اللي اخطاه وبمده معينه. يعني انا ما اعطيه عقوبه لوقت طويل وخلي ضل عم عاقبه، لا، انت لا تحددي له انه فتره طويله بالوقت الحالي هلا للمسا ممكن هيك، ام انه انا اعطيه انه انت معاقب لمده اسبوع او لمده شهر، لا، شو هاد كمان؟ هون مارسنا القمع على اولادنا كمان. بعدين حتى الاوامر لما انت بدك تطلبي من ابنك، مشان هو كمان يحسن يكون نفس الشيء، لانه الولد بيقلد اهله، دائما نخلي الكلمات اللطيفه. يعني اذا انا بدي منه مثلا جيب لي كاسه هالمي، بقول له اذا سمحت اعطيني كاسه المي، ما انا بقول له لا جيب لي اياها دغري وبعطيه الامر، هذا الامر بحد ذاته هو عم بيخليه انه بالمستقبل بده يكون نفس الشيء، بده يطبق وبده يكون اتكالي، يعتمد على الاخرين، بصير مين حواليه اخته قومي جيبي لي، قومي اعطيني. دائما الانسان يعني لما بيتعرض لعنف أو لظلم بحياته، هو ما بيحسن ربما يواجه الشخص يلي كان مقابله، لأنه مو على نفس القوة، على نفس السوية، على نفس القدرات، على نفس المهارات، فبيجي للأضعف، بمارس سلطته على الأضعف، فكمان هو رح يكون سلطوي مثل أبويه ما كون سلطويين. دائما لازم نكون نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا، وتكون الروية والهدوء والمحبة هي الأساس، لازم ندمجهم بالمجتمع. لازم دائما القلق الوالدي يكون هو طبيعي، يكون بالحدود الطبيعية، بس لما بيتجاوز حد معين طبعا رح يكون هون مرضي. لما بيكون مرضي رح يأثر على الأبناء، رح يكون عندنا أبناء اتكاليين، أبناء عدوانيين، ربما أبناء بيميلوا للوحدة، للعزلة، بيعانوا من اكتئاب، بيعانوا ومن توتر، وكثير هذا بنلاحظه نحن بحياتنا. مثلا انا مرت معي مره تجربه بنت صبيه، دائما امها بتتعامل معها بطريقه كثير من القسوه، دائما بتمنعها مثلا انه شغله الموضه هلا مثلا، او مثل ما قلنا حكينا انه الانترنت والانفتاح الكثير كبير، فبحكم العادات والتقاليد والمعتقدات قد لا تقبل الام انه بنتها يكون لها اتجاه معين. هون البنت شو عم تقلي؟ انا ما بحسن انه يعني طبق الشيء اللي اهلي عم يفرضوه علي، لاني انا كبرت،
فهي لما قالت انه انا كبرت هون لازم ينتبهوا الاهل انه هي كبرت. صحيح. انت ما فيك تطبقي عليها الشيء اللي انت تعودتي عليه من زمان. او بيصير بمنحى اخر، ممكن تتجه البنت لمنحى اخر، يعني ممكن يصير في مثل انه تكسر كريمتون وتعمل هي اللي بدها اياه بدون شعورهم. تماما بالخلف، هي نقطة يمكن كثير مهمة استاذة سلام ننوه عليها، وقد ايه كمان مهم الأب والأم إذا كانوا متواجدين بالمنزل، إذا كانوا مع بعض مشان الأولاد إنه يكون في حدا بيشد شوي وحدا يعني ممكن يرخي شوي. أكيد. لأنه إذا اثنين مع بعض كمان بيولد انفجار، بيولد أيضا انحراف يعني. تماما أكيد، كثير حلوة الفكرة، لأنه دائما حتى ضمن الأسر لما بيصيروا بيختلفوا على مشكلة معينة. صح. طبعا لازم الأم ما كثير توقف تاخذ، إذا الأب كان قاسي ما تكون هي بنفس القسوة. 100%. طبعا هون هي عم بيكون فيها مشكلة. وبالمقابل كمان لما الأب بيعطي رأيه وكان هي الأم إلى رأي مخالف، كمان مو بنفس الوقت بنفس المشكلة إنه تفرض رأيها على ابنها، لأنه هون كمان بتنزل من كلمة الأب، هون بصير يعني في تشتت بالتربية عند الأبناء يعني هون، فما بيحسن يعرف لمين بده يتجه وما بيحسن يميز ما بين الصواب والخطأ. كمان هون هذا نحن كمان من الأخطاء التربوية اللي كتير ممكن تكون متبعة. دائما لازم يكون معيارنا الأساسي إنه نحن يكون هدفنا إنه تنشئة شاب أو صبية تكون قادرة إنه تكون أسرة بالمجتمع، فهذا طبعا ما بيكون لما بيكون في سلطة تربوية. لازم نعطيهم الآراء، لازم نفكر إنه دائما إنه المشكلات لازم نعلمهم طريقة حل المشكلات، حطيه بالمشكلة وخليه يحاول يقدم لك حلول، ونحن نساعده قد ببعض الحلول لاختياره، ولكن لا نفرض عليه الحل بشكل جدي وانه نعطيه بشكل مباشر انه انت لا هيك الحل وهذا اللي بدك تتبعه. لا نفرض على اولادنا بمرحله معينه خصوصي بالثانويه اختيار فرع معين، قد ينجح في الفرع يلي بيختاروه اهله ولكن ما بيتميز. خلي ابنك يختار الفرع يلي هو بحبه، خليه يتجه نحو ميوله شو من كانت ميوله. لا تتدخلي بزواجه، اعطيه رايك انت بس ما تعطيه العروس وتفرضيه عليه، لا خليه يعيش قصه حب ويعيش حياة حلوة ويختار الزوجة اللي بده يكمل معها مسيرة حياته، لأنه الرابط الأساسي هو الحب، لأنه الحب هو شيء مقدس كتير وهو الأساس لبناء البشرية كلياتها. فلما بتكون المحبة عنواننا دائما والسلام هو عنواننا، أكيد رح تكون أسر متماسكة، أسر جيدة، رح نحسن أنه يكون عندنا جيل تحسني تعتمدي عليه، جيل يدعم بلدك، يدعمنا، يدعم الناس اللي موجودين، يدعم الأجيال القادمة، لأنه هي الحقيقة التربية هي مانا بالأمر السهل، هي راية بيعطيها شخص للثاني، مثل ما اهالينا عطونا الرايه نحن وربونا، نحن بدنا نعطيها لاولادنا كمان ليربوا هن بالمستقبل اولادهم. فهي الشغله ما انا يعني واقفه بمرحله معينه، هي استمراريه الوجود واستمراريه الحياه. ولحتى تستمر الحياه بشكل صح لازم نربي اولادنا بشكل صح. صح اكيد، يعني نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. ويمكن افضل علاقه هي بين الابوين والاولاد علاقه الصداقه، يكونوا مخاوينهم كاصدقاء. اكيد اذا كبر ابنك أكيد. خاوي اكيد. شكرا كثير وجودك معنا. شكرا لكم وشكرا لكل اللي عم يشاهدونا، وصباح الخير وصباح المحبه والسعاده. صباح. شرفتينا استاذه سلام قاسم اختصاصيه نفسيه، اهلا وسهلا فيكي وشكرا كثير لك. املها بنروح على صناعه كثير العالم بحبوها ومشهوره فيها محافظه حلب. كل ما رحنا حلب لازم نجيب معنا صابون الغار اللي من اشهر الصناعات الحلبيه التقليديه. كل هالتفاصيل رح نعرفها بتقرير مراسلنا بحلب مصطفى كوسا. تعتبر صناعه